أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج شخصيات مضيئة. مشاهدينا في كل أنحاء العالم، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج شخصيات مضيئة. يسعدني أن ألتقي في هذه الحلقة بأحد أبناء الكنيسة القبطية المتفوقين في إبرشية سيدني، ولا سيما أحد أبناء المدارس القبطية الموجودة في سيدني. المدارس القبطية تأسست عام 1996 في مدينة سيدني، وقد تم إنشائها بتوجيه من أبينا قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث خلال زيارته الثالثة إلى القارة الأسترالية. وقد روى هذه المدارس القبطية بصلواته ورعايته وزيارته عام 2017 أبينا قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني. الطالب مينا ساويروس حصل على مجموع 99.95%، وهو يعتبر أكبر مجموع يحصل عليه أي طالب أو أي طالبة على مستوى الولاية. استقدم إلى امتحانات الثانوية العامة عام 2019 أكثر من 70,000 طالب وطالبة. لعل الذي يميز مينا ساويروس هذا العام هو حصوله على المركز الثامن في مادة اللغة الإنجليزية المستوى الرفيع. استقدم لهذه المادة أكثر من 25,000 طالب وطالبة. وقد حصل مينا ساويروس على المركز 16 في مادة الكيمياء. استقدم إلى هذه المادة أكثر من 10,000 طالب وطالبة. يسعدني في هذه الحلقة أن أسلط الضوء على قصة نجاح مينا ساويروس. مينا مبروك حبيبي. الحقيقة الكنيسة القبطية، المدارس القبطية، قداسة البابا، الأباء الأساقفة، الأباء الكهنة فرحانين بهذه النتيجة. إحنا كلنا هنا كمصريين فخورين أن يكون أحد أبناء الجالية المصرية واحد زي حضرتك متفوق، رفعت شأن الأقباط وشأن المصريين حاليا. أنا أول حاجة طبعا عايز أشكر دكتور عفت وأغابي وكل الناس اللي جوا النهاردة يصوروا معنا. أنا بصراحة كان من غير الكنيسة ومن غير السبورت والمساعدة اللي كان على طول معايا من الكنيسة ومن الكوبتي سكول ومن وصحابي وكل الناس، ما كنتش بصراحة أعرف أجيب اللي أنا جبته خالص. مين كلمني عن علاقتك بالكنيسة والمدارس القبطية؟ يمكن أنت ابتديت سنة 2008، دخلت هنا سنة تانية ابتدائي في مدرسة القديسة العذراء مريم والشهيد العظيم ماري مينا. كلمني عن أول يوم دخلت في المدرسة القبطية واللي تفتكره من اليوم ده. أنا بصراحة أول ما جيت كنت بتكلم عربي بس مش كويس قوي، وما كنتش بتكلم إنجليزي خالص، وما كنتش عارف حد. فأول مرة جيت كنت بصراحة بدور على حد أقدر أكلمه بالعربي، يعني عشان ما كانش حد فاهمني، عشان كل اللي كانوا معايا كانوا ناس مولودة هنا ومثلا العربي بتاعهم مش كويس قوي. فأنا أول يوم قابلت واحد من صحابي كان اسمه فادي، وهو كان جاي قبلنا مثلا بالسنة، فهو كان عارف انجليزي like احسن مني. فبصراحة هو ده الوحيد اللي انا كنت بتكلم معاه عشان ما كنتش عارف حد تاني. وده بصراحة كان اول يوم انا اتعرفت بيه، ومثلا انا اتعرفت على ناس كتير بس ما كناش عارفين like نتكلم، ما كناش فاهمين بعض خالص. فانا وفادي بس كنا like بنقعد مع بعض. بعد كده بعد شوية انا like اول ما تعلمت انجليزي هم اتعلموا عربي شويه، like بقى كل حاجه احسن شويه. كنا like انا
يعني بقيت حضرتك تعلمهم عربي وهم يعلموك انجليزي، انا فالعملية مشيت يعني. ايوه بس هما كمان like هما ما كانوش بيتكلموا قوي يعني، هما كانوا like طبعا بيتكلموا انجليزي كويس احسن من العربي، بس انا برضو هما علموني انجليزي فانا لازم اعلمهم عربي، فانا كنت برضو بعلمهم عربي وفي الاخر بقينا بنتفاهم مع بعض يعني. كلمني عن مدرسة القديسة العذراء مريم والشهيد العظيم مريمنا. حضرتك تقريبا قضيت 5 سنين في المرحلة الابتدائية و6 سنين في المرحلة الثانوية. كلمني عن ذكرياتك في مدرسة القديسة العذراء مريم والشهيد مريمنا. انا like من ساعه ما جينا كنت like انا كنت like very 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 like very lucky ان انا كنت كل الناس يوم الاحد ويوم وكل يوم كنت انا كنت اصحابي في السكول كنت بشوفهم كل يوم، عشان كنت مثلا يوم السبت هننزل مع بعض يوم الاحد اشوفهم نفس الناس في الكنيسه، ويوم الاثنين وتلاقي كل يوم كنت بشوف نفس الناس، ارتبطت بيهم. انا ارتبطت بيهم قوي. فمن حتى وانا صغير كنت قبل حتى ما اتكلم انجليزي كنت بشوف الناس دي كل يوم، ف I think عملنا like bond like very different، عشان احنا ما كناش ماشي بنشوف بعض الاسبوع السكول بس، كنا بنشوف بعض كل يوم. وكمان انا اول ما جيت كان السكول عملت لي مدرسة خاصة تعلمني انجليزي، عشان انا وفادي كنا انا وفادي وكان في لايك تيتشر كانت بتيجي تقعد معانا احنا الاثنين بس عشان كانوا تيتش انجلش. مهاجرين جدد لأستراليا. فاحنا لايك من ساعه ما جينا كنا السكول على طول معانا في كل حاجه يعني، حتى السكول ما كانتش بس سكول، احنا السكول عندنا جوه الكنيسه، فاحنا كنا مثلا نخلص القداس وابونا ميخائيل يجي يعدي على كل فصل حد عايز يعمل كونفيشن يعني. لايك كان من ساعه ما انا دخلت وانا في يير 2 مثلا كان عندي 6 سنين كنت كل حاجه في الكنيسه مع السكول، فاحنا كان هم كانوا على طول مع بعض. فانا بصراحه فاكر مثلا 2000 حاجه عملناها، بس انا مش لايك انا فاكرهم ان هم كانوا مع بعض الكنيسه لايك مع السكول في نفس الوقت. أنا هرجع للجزئية دي وذكريات حضرتك مع المدرسة القبطية، لكن يمكن وصول حضرتك في 2008 وذكرياتك مع فادي وحضرتك بتعلمه عربي وهو بيعلمك إنجليزي، هل يمينة كنت متصور إني تحصل على المركز الثامن على مستوى الولاية كلها؟ يعني عشان تكون الثامن على أكثر من 25,000 طالب تقدموا لامتحان الإنجليزي، وأنا مش عايز أقول الإنجليزي اللي هو الإنجليزي العادي الستاندرد إنجليش، ده احنا بنتكلم على المستوى الرفيع للإنجليزي، هل كنت متصور إن تكون عندك اللباقة والمهارة إنك تحصل على هذا المركز المتقدم جدا اللي يمكن ناس كتير اللغة الإنجليزية هي لغتهم الأولى لكن ما قدروش يحصلوا على هذا المركز؟ أنا like من ساعة ما جينا ماما كانت على طول عايزة تعلمني like English like أبقى English كويس، وكانت عايزاني أقرأ كتب وبتاع، فأنا كنت like كنت بعمل حاجات كتير لحد ما اتعلمت like English كويس. بس حتى ما اتعلمت English كويس ما كنتش فاكر أبدا إن أنا like هجيب like نمرة زي دي، عشان في ناس كتير زي ما أنت قلت كده من هم صغيرين بيتكلموا انجليزي بس، فعشان انا اجيب المركز ده انا ما كنتش لايك like ما كنتش لايك like كنتش حاطط في دماغي يا ما كنت ينفع لايك ازاي و لايك انا ال ال لايك الليله قبل ال الامتحان لا مش قبل الامتحان قبل لايك اما جات النتيجه اما جات النتيجه اختي قالت لي ان هي حلمت ان انا جبت لايك انا طلعت لايك نمره على الستيت، عشان هم بيطلعوا مثلا 20 واحد التوب الستيت، وانا وماما قعدنا نضحك، ويعني اصل الانجليزي ده انا من وانا صغير ماما وبابا عارفين ان لايك الماث لايك انا your favorite subject. Yeah, انا الماث انا هبقى كويس فيه، ومثلا الفيزيكس، بس الانجليش ما كانتش حاجه متوقعه خالص. كانوا متوقعين انك انت تجيب مركز متقدم في الماس لكن مش في مش في الانجليش خالص.
ولا بصراحة ولا في الكيمستري. أصل أنا كنت على طول like mathematics و physics person. أنا مش like أنا بحب دول. أنا ما بحبش الإنجليزي والكيمستري قوي، بس I think إن عشان أنا ما حبيتهمش قوي أنا كنت خايف منهم، فأنا ذاكرتهم أكتر من الماث والفيزيكس بكتير قوي. فعشان كده I think هو ليه عشان كده المركز طلع في الإنجليش والكيمستري. بس انا ده ما كنت محدش كنت كان كان متوقعه خالص بصراحة. حضرتك ذكرت ماما، خلينا نطلع فاصل نشوف ماما هتقول ايه عن مينا وازاي كانت بتساهم في بناء شخصيتك، ونرجع نكمل الحديث معك. مشاهدينا فاصل ونعود لنستكمل حديثنا مع مينا. مشاهدينا يسعدني أن ألتقي والدة مينا ساويروس الذي حصل على مجموع 99.9 في نتيجة الثانوية العامة في ولاية نيو ساوث ويلز. دكتورة نانسي، برحب بحضرتك ومبروك لمينا. الحقيقة الجالية المصرية المدارس القبطية فرحانة جدا بهذا الإنجاز اللي حققه مينا. عايز أسأل حضرتك، كلمينا عن مينا، ايه اللي كان بيحبه وعدد الساعات اللي كان بيذاكرها، وهل فعلا ان الاب والام بيلعبوا دور مهم في نجاح اولادهم؟ شكرا خالص طبعا لما جيت كنت النهارده، وتكريم كل مينا، واحنا كلنا فخورين بيه وفرحانين بيه، وحسينا بقد ايه يعني فرحه المجتمع القبطي كله هنا بيه. مش عايزه اقول لك كميه المكالمات اللي يعني تلاقيناها يوم ما جت النتيجه بتاعته، والفيسبوك والمدرسه بقت والكهنه كلهم. حقيقه احنا كنا فرحانين خالص، والناس كانت فرحانه بينا جدا. هو مينا انسان هارد وركر من هو صغير خالص، ما كانش متوقع نتيجه كبيره كده يعني مع الامتحانات، وخاصه بعد تغيير المناهج ما كانش عارف الامر المتوقع منه، هل الحاجات اللي اتكتبت الكرياتيفيتي بتاعته هتلاقي كميه القبول. النتائج دي، لان طبعا منهج جديد وتصليح جديد ما كانش حد عنده فيدباك عنه. فجت في الانجليش بالذات كانت بالنسبه لنا وبالنسبه لكل المجتمع القبطي كانت مختلفه، ان هو مش عارف المواضيع اللي كتبها سبونتينيوس من دماغه كده وصلت لايه، وما طلعت تامن على الستيت من 25000 واحد قعد في الامتحان ادفانسد انجليش. كانت بالنسبه له هو اول واحد امر يعني ما هو متوقعوش، وكانت بالنسبه لنا طبعا حاجه جميله جدا. انا عايز اوضح للساده المشاهدين ان حضراتكم وصلتم القاره الاستراليه 2008 2008 18/8/2008، ومينا كان بيتكلم عربي، وما زال احنا في البيت بنتكلم عربي. يعني نقدر نقول ان مينا اتفوق عشان يحصل على المركز الثامن من 25000 طالب واحد قاعد ادفانسد انجلش. فبالنسبة لنا كانت مينا كان طول عمره شاطر في الماس، هو عمل ماس وكيمستري وفيزيكس، والإنجليش كان بالنسبة له يعتبر شيء هو قلقان منه، ومش عارف المناهج الجديدة دي هتوصل طريقة التعليم ازاي، لان هو قالوا المنهج بيعتمد على الكرياتيفيتي، لان هيجيلك هيكفر حاجات في السيلبس من نقط جديدة، لان هم حاولوا يغيروا في المناهج. ف النتيجه كانت غير متوقعه، كانت مفرحه جدا يوم ما جت الصبح، لدرجه ان انا ما كنتش مقلي. انا جبت 98 من 100 في الانجليش، الرقم ايفن بعت المدرسه بتاعته كانت بتقول له انا ما شفتش الرقم ده قبل كده، فكانت فرحه كبيره واحنا فرحانين بيها والناس كلها. كلميني عن هوايات مينا، ازاي كان انا عارف كويس قوي ان مينا في فتره وجوده في استراليا او منذ وصوله الى استراليا وهو مرتبط بالكنيسه، دور الكنيسة ودور الأب الكاهن في بناء شخصية مينا،
مينا كان بيعمل توازن ما بين هواياته، ما بين روحانياته، ما بين حضور القداسات، ما بين خدمته، ما بين ساعات المذاكرة. كلمينا إزاي مينا كان بيوفق ما بين كل هذه الارتباطات بالكنيسة والهوايات والمدرسة. هو اكشولي اهم دور كان من يوم ما جينا استراليا، اهم دور حصل في حياه مينا هو دور الكنيسه. والكهنه كانوا ناس يعني كلهم اقول ايه ملائكه سبورتيف لمينا، من اول ابونا مخيل وابونا شنوتي، ابونا داوود، ابونا صمويل. يمكن ارتباط مينا كان اكتر بالكهنه اللي كانوا بيخدموا في الكنيسه، ابونا إيلاجي في القداسات الاسبوعيه، ابونا شنوتي في خدمه الشباب على طول معاه، ابونا مخيل كان معاه على طول في السبورت النفسي والجايدنس بقى اللي في كل شيء. يعني هم كانوا يعني بيعرفوا عنهم ويسبورتوهم اكتر من يمكن الاهل في البيت، ودي كانت حاجه احنا حسيناها. المدرسه القبطيه كانت محتوياهم هي بمدرسينها، مش بيتعاملوا معاهم ك يعني مدرس وعلاقته بتخلص بالطالب بتاعه، لا هو متضايق، هو كويس، هو هيكمل حياته ازاي، هيختار مواده ازاي. فكانت يعني نقدر نقول كانت حاجه هي اللي بتدفع الاولاد انهم يمشوا لقدام. ومينا كان يعني دايما يحب يبقى ما بينعزلش بالكتاب عن المجتمع اللي حواليه، بيندمج مع المجتمع. لا يعني اصحابه عندهم اعياد ميلاد هو لازم يكون متواجد، مجامل لازم يكون متواجد عشان احنا كوميونتي مع بعض، وما ينفعش الناس تعمل ايفنت واحنا ما نروحش حتى لو هو وراء اي حاجه، اي واتيفر الحاجه دي كانت ايه. يعني هو كان عمل حاجه زي نظام الاكسلريشن، فقبل ما يبقى في يير 12 كان عامل مواد تانية، فزمايله اللي هو في نفس الكلاس ما كانوش عندهم يير 12، بس هو في نفس الوقت ما فيش حاجة تعدي منه، ما فيش كواير يكونش متواجد فيه، اي سيرفيس في الكنيسة. درجة ان السيرفيس ان هم السيرفنس اللي قدي كانوا بعد النتيجة قالوا لي احنا كنا مستغربين نقول ازاي جاي معانا، حتى لو كانت السيرفيس اجتماع في الكنيسة هو لازم يكون موجود. في جذور وفي مبادئ موجودة جوه مينا أكيد دفعته أنه هو ما يتخلاش عن الخدمة حتى في وقت الامتحانات. عايز أسأل حضرتك، قبل هجرتك إلى القارة الأسترالية كنت متصورة أن تكون في مدارس قبطية بهذه الجودة، تقدم المناهج وتقدم المبادئ المصرية القبطية الأصيلة لأولادنا؟ عشان اكون صريحه، انا اكتر نقطه كانت قلقاني اول ما جيت اهاجر استراليا، النقطه الوحيده اللي كنت عايزه يعني بعد سنين زي ما احنا قاعدين النهارده بقول ان انا خايفه على اولادي يخرجوا من المجتمع المصري، ينسوا جذورنا وينسوا الديسين اللي احنا مرتبطين بيهم. مينا من هو صغير كان يروح دير مريمينا يبقى قاعد مش عايز يروح، درس الدميانه اوض ومليانه حاجات. فكنت قلقانه ان اولادي يخشوا بقى في ان هنا الناس، من اكبر المشاكل بقت تواجه الناس الشباب في الوقت ده ان هو رافضين وجود ربنا اصلا، مش مجرد ان هم مبتعدين عن الكنيسه. وبعدين تخش مرحله بعدها الناس اللي في الكنيسه بس هم بعيد عن ربنا، والارثوذكسيه اللي هي مخلوطه بقى بحاجات تانية، الناس تبعد عن طقوسها نفسها. بس نشكر ربنا زي ما بقول لك المدرسه القبطيه والكهن هنا شدوهم لكل حاجه جميله، وعطفهم على الفاميلي كلهم واحتضانهم للعائلات خلى العيال يبقوا يشوفوا جود اكزامبل قدامهم، فهم لازم يبقوا كده يعني. عايز اسال مامي مينا اللي دايما بتبقى خايفه ان مينا يضيع ولو ثانيه من وقت مذاكرته، مينا كان بيمارس رياضه هابكيتو، وهنوري للساده المشاهدين مجموعه من الصور. كلمينا ازاي مينا كان ملتزم، وحضرتك قبل التسجيل قلتي انه حصل على اكتر من جائزه في هذه الرياضه. مينا يعني زي ما يكون هو كان بيعد نفسه انه في ثانويه عامه هيكون برضو في ستريس من المذاكره، فحب يعمل توازن ما بين ان هو يذاكر ويخدم في الكنيسه وفي نفس الوقت يمارس رياضه، وحب الرياضه دي قوي. هو السنين اللي قبلها يمكن كان بيلعب سكر تبع نادي، وكان بيروح كل يوم سبت وساعات يوم ثلاث بعد الظهر، بس السنه الاخيره دي ركز جدا في رياضه الهبكيتو، كان بيروح يومين في الاسبوع بعد الظهر، ده طبعا غير ايام دروسه غير ايام مذاكرته غير ايام خدمته. فهو مينا دايما شخص فيري بيزي، عمرك ما تلاقوش وراهوش حاجه. فكان بيلعب بيها وبيرجع، انا كنت ببقى قلقان عليه. يمكن كان الطلب الوحيد، وانا حسيت ان هو عمله من نفسه، لان مينا بيبقى يعني ممكن انت تبقى عايز ترشده لحاجه وتلاقيه هو عملها قبل ما انت تقول له، قبل امتحاناته، عشان ممكن الرياضه دي فيها نوع من انواع السيلف ديفنس جامده، فخاف ان هو يحصل له اي يعني
ايديه يحصل فيها حاجه او صباعي اتنى وما يعرفش يكتب في امتحاناته. فقبل امتحانات الترايل باسبوعين لقيته هو اداهم نوتس ان هو موقف اسبوعين، وقبل امتحان الاخير برضو اسبوعين، مع وبقيه السنه كلها كان ملتزم لمرحله. بس انا كنت بحس ان هو بيرجع مبسوط وسعيد، فده تقدر تديله دافع اكتر للمذاكره. وكان في نفس الوقت نفس نظام خدمته ان هو يروح يبتدوا كانتين جديد ويوز كافيه. مينا كان سو اكسايتد ده، وكل ده ابتدى في الايام الاخيره من الثانويه عامه، وكان من كوميتد لان هو يكون موجود في كل كبيره وصغيره. انا كأم كنت اكيد سعاده بقى لان على الوقت، لانه في الوقت طويل قوي مش موجود في البيت. انا بالنيابه عن كل مشاهدين قناه اغابي بهني حضرتك على هذا النجاح لمينا. حاسين دايما بايد ربنا بتعمل مع اولاد ربنا، وشايفين التصاق مينا بالكنيسه والخدمه. فطبعا ربنا ما سابش مينا ولو لحيظة واحده. الف الف مبروك لحضرتك دايما في صلاتكم، واحنا متشكرين خالص على اللقاء ده. ونتمنى دايما ان كل اولاد الجاليه المصريه اللي عايشين هنا، كل اولاد المدرسه القبطيه يبقوا دايما في نجاحات مستمره ان شاء الله. اشكرك. مهما يكون على طول يكون قصة نجاح، قصة بتحكي ثقتي يا رب فيك، قصة نجاح، قصة بتحكي عن كل شيء حققته بيك. أنا ليك بحياتي شريك، ولحد ما موت أنا ليك، أنا ليك شهد علي عينيك، عمري اللي فات واللي هيجي كله ليك، قصة نجاح. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم بعد أن التقيت بوالدة مينا ساويرس. مينا برحب بيك مرة تاني، وعايز أسأل حضرتك، طبعا إحنا أمام مثال ناجح، وأكيد هناك الملايين من الطلاب اللي يحبوا يحصلوا على المجموع اللي حضرتك حصلت عليه. عايز الأول توصف لي علاقتك بالمدرسة. إزاي كنت بتحبي تغيب من المدرسة؟ وإحساس حضرتك إيه لما كان في يوم تقعد في البيت وتذاكر وما تروحش المدرسة؟ كان في strong relationship بينك وبين المدرسة ولا لا؟ أنا like من أول ما دخلت الهاي سكول كنت like كل التيتشرز مش تيتشرز بس، كانوا على طول بيسألوا عليا، ومش بس على مثلا التيتشر اللي كانت بتدرسني وان سبجكت، ما كانتش بتسألني بس على السبجكت اللي هي بتدرسها، كانت بتسألني على كل حاجة. وانا انا كنت like very fortunate ان انا التيتشرز كلهم انا كنت get along with them، يعني انا كنت على طول بنتكلم مع بعض، مش على طول على المذاكرة او كان في علاقة وطيدة بينك وبينهم. وبس مش جوه السكول، يعني انا حاسس لحد دلوقتي ان انا مثلا كل اسبوع واحد like واحدة منهم بيكلموك بيتصل أيوة. بيك، ومثلا بيسألوا عليا وانا داخل فين وعملت ايه وكل حاجة like everything good. فهي ما كانتش بس ان احنا ما كانوش بيدرسونا بس كانوا على طول عندنا زي ماما وزي بابا، يعني هم كانوا على طول معانا، وممكن تروح تكلمهم. يعني هم كانوا مثلا لو عندهم حصه ما عندهمش حصه، كانوا عندهم حصه فاضيه، يعني عندهم حصه فاضيه كانوا يجوا يقعدوا معانا ويتكلموا، وهم مثلا يقعد على جنبه، مثلا احنا نقعد مع بعض نتكلم. ولك ما كانتش يعني في عيلة أيوة. في موجودة في المدرسة، بس احنا like very very like I'm very happy ان احنا كنا close ايوه احنا كنا like قريبين من بعض قوي، واحنا ما كناش كتير، كنا مثلا الكورت بتاعنا كان صغير، كنا مثلا 12 واحد، ف 12 واحد ده يعني عيلة كبيرة شوية، بس كانت عيلة. بس احنا كنا يعني كنا نعرف عن بعض كل حاجة، يعني مثلا واحسن حاجة ان احنا كنا بنزق بعض لفوق. عايز أسأل حضرتك عن ارتباطك بالكنيسة. يمكن
بابا قبل التسجيل قال لي ان هو دايما ان حضرتك ما سبتش ولا خدمة ولا قداس حتى اثناء ادائك لامتحان الثانوية العامة، كان دايما بيوصلك لما كنت بتطلب انك انت تسهر في الكنيسة، كان بيلبي احتياجاتك. خلينا نطلع فاصل نشوف بابا هيقول ايه ونرجع نكمل الحديث معاك. دكتور نادر ساويرس، بهني حضرتك، اكيد حضرتك فخور بمينا والانجاز اللي حققه مينا انه يحصل تقريبا على تقريبا 100%، 99.9 دي نتيجة الجالية المصرية والجالية القبطية، وأيضا المدرسين الأسترال اللي درسوا مينا فخورين بيها. عايز أسأل حضرتك عن دور الكنيسة اللي لعبته في بناء شخصية مينا الناجحة. بص، بالأمانة من أول ما وصلنا أستراليا إحنا يمكن ربنا إدانا كتير أوي هنا، والكنيسة احتضنتنا من أول يوم. إحنا ما ننساش طبعا فضل كل الآباء الكهنة الموجودين في الكنيسة، من أول أبونا صمويل، أبونا ميخائيل، أبونا شنوتي، أبونا عبد المسيح، أبونا داود. كل الناس اللي في الكنيسة من الخدام للأسس كانوا محتضنيننا. ما ننساش إن كان أول تحدي عندنا أول ما وصلنا هنا إن إحنا ناس لسه مهاجرين، ما كانش عندنا هيستوري في البلد في أي شيء. أنا ما ننساش أبونا صمويل خدنا من إيدينا، وهو اللي كان جرانتور لينا لما أجرنا أول بيت. كان إحساس بالأمان حلو قوي إن إحنا نسيب الولاد في حضن الكنيسة من أول ما جينا، لأن التحديات بتاعت وجودنا في بلد جديدة، كالتشر جديدة، ما كانتش سهلة. نانسي كان لازم تخلص المعادلة بتاعتها، أنا كان لازم أخلص المعادلة بتاعتي، فإحنا كنا بنشتغل بنذاكر وفي نفس الوقت الولاد في المدرسة. عشان تقدر يعني تحافظ على كل ده يبقى ماشي في سيمفوني واحدة ما كانش سهل، فكان لازم نسيب جزء كبير على الكنيسة، ودي كانت أحسن حاجة إحنا عملناها. إحنا ابتدينا نذاكر وابتدينا نعمل معادلاتنا. في كل ده كان الولاد most of the time كانوا في الكنيسة، من أول child care، من أول ما دخلوا كيندي، لما كانوا بيخشوا vacation care، من أول سنة في المدرسة. كل المدرسين بلا استثناء كانوا بيعاملوا الولاد مش كمدرسين، كانوا دايما بيحافظوا عليهم، ساعدوهم. كان في ميزة حلوة جدا في المدارس القبطية موجودة هنا في استراليا، ان الكوميونيتي واحد، فانت سايب ابنك في وسط عيله انت تعرف مين اهليهم، تعرف البيليفز بتاعتهم كلها، انت داخل على كالتشر جديده. لو ما حافظتش على الولاد وبالذات هم صغيرين هيبقى صعب قوي ان انت تبتدي ترجعهم باك لحضن الكنيسه. طبعا ما انساش فضل كل الساندي تيتشرز الموجودين وكل السيرفنت الموجودين في الكنيسه، وقد ايه ابونا ميخائيل كان بيحاول دايما يحافظ على الولاد كلهم في الكنيسه، بيديهم تاسكس باستمرار، كان دايما بيحسسهم بالفاليو بالحاجه اللي هم بيعملوها، كان عامل لهم اكتيفيتيز كتير جدا لدرجه ان هو كان دايما يطلع معاهم اوتنج بعد كل سيرفيس، فده كان محبب الولاد قوي في الكنيسه، كان بيحافظ عليهم عامل يعني في حضن دافي بيحضن، تتخيل يمكن اقوى من حضننا، لان الحاجه اللي كانت ما تتقالش لبابا كانت بتتقال لابونا ميخائيل الاول. ابونا ميخائيل كان جايد للولاد من اول ميري، مينا، كل ولاد الكنيسه، محدش يقدر ينكر ابدا فضلهم، واحنا لحد النهارده عايشين بصلواتهم. يمكن كان احلى ريورد خدها مينا يوم ما بابا توادروس جه، البابا توادروس لما جه شرف كنيستنا هنا وخدنا بركه، مينا كان من الناس اللي اختاروهم يسيرف معاها في الالتر في القداس في الهيكل. الهيكل، ودي كانت بركه محدش كان يتخيلها. ومينا كان راجع هابي جدا، وداته بوش عاليه جدا قد ايه ان هو جيت ريوردد في كل اللي هو عمله، لانه ما كانش بيفوت قداس، ما كانش بيفوت خدمه، على طول في بيخدم في الالتر، على طول بيخدم في السندايز، بيخدم مع الولاد، بيحافظ على كل الاكتيفيتيز الموجوده ويجمع كل اصحابه مع بعض. فدي كانت خدمه كبيره قوي وبركه كبيره قوي احنا خدناها. الحقيقه انا فرحان اني اسمع هذا الارتباط من شبابنا الجميل بالكنيسة في بلاد الاغتراب، في الوقت اللي شباب كتير بيروحوا أماكن غير الكنيسة. الكنيسة هنا بتلعب دور مهم ودور فعال في حياة الشباب. عايز أسأل حضرتك، إمتى اكتشفت المواهب اللي موجودة في مينا، وإزاي كأب نميت هذه المواهب؟
بص، هو دايما الطفل الصغير بيبقى عامل زي زرعة صغيرة، انت بتزرعها فين هتكبر. انت حطيته جوه الكنيسة وابتديت تسقيه في الكنيسة وتحافظ عليه وما بتحاولش تمنعه انه يروح الكنيسة، بتدي له فاسيلتي ان هو كل ما هو عايز يروح انا وديك حبيبي، احنا نبيك يو اب حبيبي، انت عايز تقعد لحد تسهر السهرة بتاعت ابو غلامسيس للفجر والرايت. انت لما بتدي له فاسيلتي انك هتساعده وما بتحطش عقبات في طريقه، خلاص هيكبر، وتو ما جدره كبر في الكنيسة خلاص مش هيطلع منها. لو انت ابتديت من الاول تبعده لازم هيبعد ومش هينفع يرجع تاني، لانك زرعته بره فما ينفعش الشجرة ترجع تاني، الشجرة بتطلع في المكان اللي انت زرعتها فيه. بركة الكنيسة كانت كبيرة قوي ان هي ساعدتنا، احتضنت الولاد وكبرتهم معانا. فاحنا كل اللي كنا بنعمله از بيرنت كنا بنفاسيليتيت ان احنا نقدر نودي ونقدر نجيب الولاد. ابونا ميخيل جاب لهم تونيا حزيني وتونيا فريحي، احنا طلبت من يعني البيرن الجراند فازر بتاعهم اللي جاي من مصر يجيب البدرشين عشان يبقى كل حاجه تبقى جميله. عملوا لهم في المدرسه تونياز عليها اسم المدرسه، فده شجعهم قوي ان الولاد كلهم يبقوا لابسينها. يعني الايفورتس ما كانتش بتاعتنا بس، كانت بتاعت الكوميونتي كله، الكنيسه كلها، كل الناس بتحاول تبقى مع بعض، وهو ده اللي بنبقى احنا بنحاول نعمله لحد النهارده. انا مبسوط ان اسمع هذا الكلام، وده بيأكد دور الكنيسة والنظرة الواعية للكنيسة الأم في مصر بوجود مدارس قبطية تساهم في الحفاظ على الهوية القبطية والمصرية. أنا بهني حضرتك كأب لمينا، كل الأمنيات لحضرتك، وإن شاء الله نشوف مينا شخصية ناجحة في المجتمع. الحقيقة عايز أقول لحضرتك إن المدارس القبطية لوحدها قدمت أكتر من 15 طبيب في مستشفى سان جورج لوحديها، فإحنا منتظرين مينا إن شاء الله يكون أحد هؤلاء الأطباء الناجحين في المجتمع. كل الأمنيات لحضرتك وللأسرة المباركة. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل، بعد أن التقيت الدكتور نادر ساويرس والد مينا، وكم رأينا تعضيد العائلة ودورها في نجاح أولادهم وبناء شخصيتهم الناجحة. مينا، زي ما شفنا بابا قد إيه كان بيعضدك في توصيلك للكنيسة، ما رفض لكش أبدا طلب، كان دايما بيحرص ان حضرتك تكون متواجد في الكنيسة بصفة مستمرة. كلمنا عن الخدمات والأنشطة اللي كنت بتقوم بيها في الكنيسة، وازاي الأنشطة دي ساهمت في نجاحك الاجتماعي ايضا بجانب نجاحك الأكاديمي. انا اول ما جينا انا كنت بروح خدمات الكنيسه كتير، فانا كنت مثلا بشوف مثلا ان كنت بروح مثلا الهوليديز فاكيشن كير، كانوا ماما بابا بيروحوا الشغل فهم ياخدونا هيفسحونا هيودونا البسين هيودونا ودونا حته جميله قوي. فانا اما شفت استراليا كلها من خلال الفاكيشن. ايوه، فانا اما كبرت انا حسيت لك حتى من وانا صغير بابا وماما، انا كنت كل ما اقول لهم عايز اروح الكنيسه يقولوا لي ماشي روح الكنيسه. فيعني انا كنت على طول موجود في الكنيسه وكنت باخد حاجات كتير قوي من الكنيسه وانا صغير. فوانا بكبر قلت انا لازم، عشان كل الناس اللي كانوا بيدوني الخدمات دي، ابونا مخيل كان ماسك الفاكيشن كير وكان ماسك حاجات كتير من وانا صغير. ابونا مخيل كان وانا عندي 6-7 سنين كان بيعدي على الفصل ويقول حد عايز كونفيشن من واحنا صغيرين. فكده اما كبرت قلت انا لازم
اعمل خدمات زي دي. فاحنا بترد الجميل للكنيسه. يا عشان الكنيسه عملت لي لايك حاجات لايك كتير قوي وانا صغير. فمن وانا مثلا في year 7 او year 8 عملنا حاجه يوم الجمعه بالليل اسمها Youth for Christ. وانا في year 8 مثلا, من year 8 وانا مثلا عندي 13 سنه لحد من عندي 15 سنه كنت بحضر اكني لايك واحد صغير. بعد كده ما بقاش في خدام كفايه. فاحنا انا بيت واحد من الخدام. انا بقيت خادم وانا عندي مثلا 16 سنه. وطبعا انا ما كنتش لوحدي, ابونا مخائيل وابونا شنوتي وابونا عبد المسيح وابونا داوود كانوا مثلا كل يوم جمعه يعدوا علينا ويقولوا محتاجين حاجه عايزين حاجه. فانا دي كانت اول خدمه, ودي الخدمه انا بعملها من وانا عندي مثلا 16 سنه. يا ريت تقول للساده المشاهدين الخدمه بتاعت Youth for Christ بتعملوا ايه فيها. So الخدمه دي مثلا من year 7 لحد year 12 احنا يوم الجمعه بالليل بنجيب كل الناس دي مع بعض. وفي الاول بناخد توك صغير لايك توك صغير بنقول لهم على لايك حاجه عندنا مثلا سيريز بنقول على ده الاسبوع ده وده الاسبوع اللي بعده. واول ما نخلص عندنا الشيرش الحمد لله عندنا باسكت بول فيلد وسوكر فيلد. فبعد ده بنعمل اكتيفيتيز وبعد كده بناكل مع بعض. مين عايز اسالك عن علاقتك باختك ميري؟ يمكن ميري بتدرس طب حاليا في جامعه بوند في الجولد كوست, وهي بتكبرك بسنة ونص. إزاي بتصف علاقتك بميري؟ وإزاي كان ليها دور في تشجيعك في الدراسة؟ أنا من وأنا صغير ميري كانت على طول, ما هي أختي الكبيرة, بس هي كانت ساعات أختي الكبيرة وساعات أختي الصغيرة. فأنا على طول أما أبص لفوق أما أشوف ميري عاملة إيه وأنا عايز أبقى زيها, وعايز أبقى لك هي قبلي كانت بتعمل السيرفيس بتاع كل السيرفيس اللي انا كنت بعملها. فانا ببص لفوق ولاقي اختي بتعمل الحاجات دي انا عايز ابقى زيها. وحتى اما هي اكبر مني فهي ما كانت بتسوق وانا ما كنتش بسوق, كانت على طول تاخدني الكنيسه معاها. وساعات انا عايز اتاخر شويه وهي تقعد تستنى مخصوص. ايوه تقعد تستنى. فهي بصراحه ميري كانت على طول معايا. وحتى اما كنت بذاكر لو ما كنتش فاهم حاجه هي كانت تيجي وحتى دلوقتي انا عشان اخش الجامعه لازم بعمل انترفيوز مع الجامعات, وهي على طول طب اساعدك في انترفيوز انت عارف عارف هتقول ايه. فهي على طول على طول معايا. وهي دي اختي كبيره, وساعات تبقى اختي صغيره لما تيجي تستشيرك. ايوه اما هي تيجي هي هتيجي تسالني على حاجه. واحنا انا كنت بعمل اكسلريشن, فانا كنت عامل ماثيماتكس معاها, هي اكبر مني بس انا كنت بعمل معاها. فاحنا هي انا مثلا مش عارف اعمل سؤال اسالها وهي مش عارفه تعمل فهي هتسالني. فاحنا كنا على طول مع بعض في الحاجات دي. خلينا اوضح للساده المشاهدين يعني ايه كنتوا مع بعض. يعني حضرتك كنت بتدرس ماده الرياضيات وانت في year 11 او في year 10. هي عملتها, هي كانت عملتها في year 12 وهي هي عملتها في year 11 وانا عملتها في year 10. يعني ميري عملت ماده الرياضيات وهي في year 11 وانت كنت في year 10. Yes. وانت عملت ماده الرياضيات بتاع year 12 وانت في year 10. Yes. يعني كانت علامات العبقريه وعلامات النجاح مستمره مع حضرتك وانت في year 10. خلينا قبل ما نكمل حديثنا تعال نشوف طبيبه المستقبل ميري ساويرس هتقول ايه عن مينا اخوها الناجح الفخوره بيه. واكيد حضرتك مدين ليها بانها ليله ظهور النتيجه قالت لك انك انت هتجيب نتيجه عاليه جدا في ماده اللغه الانجليزيه المستوى الرفيع. مشاهدينا فاصل مع ميري ساويرس شقيقه مينا ساويرس ونعود لنستكمل حديثنا مع مينا. مشاهدينا يسعدني ان التقي شقيقه مينا ساويرس ميري ساويرس. ميري تدرس الطب في جامعه بوند في الجولد كوست, وميري تكبر مينا
بسنة ونصف. ميري مبروك لمينا، الحياة فرحانين. لكن عايز أسأل حضرتك، مينا trusted you، أو أكتر واحد وثق فيكي أنك تفتحي النتيجة وتخبريه بالأخبار الحلوة دي؟ قولينا كده يوم ظهور النتيجة الساعة 1 لما نيسا بعتت الريزلت، لما فتحت النتيجة ولقيت أن مينا جاب 99.95، كان إحساسك إيه؟ أنا بصراحة كنت مبسوطة جدا، عشان أنا كنت دايما طول السنة عارفة أن مينا هيعمل كويس جدا. هو مينا قسم الـ HSC وقعد معايا 2 من الـ subjects بتاعته، وكان دايما بيذاكر كويس وبيذاكر كتير قوي، like he always gave it his best. فأول ما فتحت results كنت عارفة أن هو he deserved that and way more than that. فأنا بصراحة كنت مبسوطة له جدا، كنت عارفة أن هو مش متوقعها بس كان هيبقى مبسوط. ميري، انت كنت بعيد عن مينا خلال عام 2019 لانك كنت بتدرسي الطب في الجولد كوست. ازاي كنت بتعضدي مينا وانت بعيدة عنه، وازاي كان في نوع من التواصل والتعضيد بالرغم من مشغولياتك في مذاكرة الطب في الجولد كوست؟ انا كنت عارفة ان مينا مش هيحتاج مساعدة يذاكر او مذاكرة أو like يعمل إيه أو يقسم وقته إزاي. بس الحاجة الوحيدة إن مينا كان محتاج حد يقول له إن هو مذاكر وهو عارف ويطمنه بس. فأنا كنت دايما بكلمه قبل الامتحان. أنا جيت أجازة قبل آخر امتحاناته، وكنت قبل الامتحان الإنجليزي اللي هو عمل فيه كويس جدا كان قاعد وخايف جدا ويقول أنا مش فاكر حاجة ومش عارف حاجة. بس إن هو like ما كان محتاج حد بس يقول له أنت مذاكر وأنت عارف، ولايك ربنا مش بيضيع تعب حد. ف مينا واثق فيكي. عايز أسأل حضرتك، كنت متوقعة أن مينا يطلع التامن ما بين حوالي 26,000 طالب بيعملوا extension English، أو يطلع 16 على أكثر من 11,000 واحد في الكيمياء؟ صراحة لا، أنا كنت عارفة أن مينا هيعمل كويس بس مش لدرجات دي. بس مينا كان بيخدم كتير قوي سنة آخر سنة بتاعته، حتى وسط الامتحانات وقبل آخر امتحاناته، وكان لسه بيبدأ يوث كافيه جديد في الكنيسة. فكنت عارفة أن ربنا هيدي له حاجة كده زيادة عشان اللي هو كان بيعمله، مش عشان المذاكرة ومش عشان أي تعب هو حطه في المذاكرة. كلميني عن علاقتك بمينا، هل هي علاقة أخت بأخ أو علاقة صديق وصديقة؟ I think عشان مينا يعني سنة واحدة بس أصغر مني، كان دايما أخويا، كان دايما like صاحبي قبل ما كان أخويا. ساعات بحس إنه هو كبير عشان هو بيقول لي أعمل إيه، بس كان دايما صاحبي، كان دايما أقدر أروح أقول له أي حاجة عايزاها، أي حاجة مضايقاني، لما كنت متضايقة أقدر أتكلم معاه. يعني ما كانش أخويا صغير، ما أفتكرش إنه هو كان أخويا صغير. إزاي كنتوا بتشجعوا بعض على الذهاب للكنيسة؟ ويمكن عايز أقول للسادة المشاهدين أنك أنت ومينا سجلتوا معانا ترنيمة أسرار الكنيسة 7. الكلام ده حصل تقريبا يمكن من 10 سنين، لكن ارتباطكم بالكنيسة كان ارتباط وثيق. I think أساس ده كان بابا ماما، كانوا دايما يشجعونا أن احنا نروح مع بعض، يوصلونا مع بعض. لو مينا عايز يروح حاجة، ماما تقول طب ما أنا هوصل مينا تعالي معايا. ودايما مينا كان عنده هو ارتباطاته في الكنيسة، وأنا كان عندي ارتباطات، بس دايما ماما وبابا يودونا مع بعض. فبقيت أنا معايا في كل اللي هو بيعمله، وهو معايا في كل اللي أنا بعمله. فبقينا نروح كنيسة أكتر عشان ماما وبابا يوصلونا مع بعض، ودايما كانوا هما بيخلونا like to rely 100% على الكنيسة وأبونا و our Sunday school servants. وبصراحة أبونا في الكنيسة كان دايماً بيشجعنا، يكلمنا لو ما جناش، انتوا ليه النهاردة ما جتوش؟ You missed on this meeting، وحشتونا. فما كانش بيدينا فرصة ان احنا ما نروحش. Our future دكتور ميري ساويرس، عايز أسأل حضرتك عن دور الأب الكاهن في الكنيسة في ربط المحبة بينك وما بين مينا وما بين إخواتك الخدام. I think أكتر واحد حسيت بأنه هو كان زي a second father to me، كان أبونا مخيل.
كان دايما من وانا صغيرة من اول ما جينا دايما يشوف احنا محتاجين ايه، يشوف الخدمة محتاجة ايه، لو حاس ان احنا بدأنا ما نجيش يشوف ليه ويغيرها على طول. كان دايما يحط لنا خدام قدنا او اكبر مننا شوية عشان نعرف نتعامل معاهم ونعرف نتكلم معاهم. كان دايما صاحب تقدر تتكلم معاه وتقول له اي حاجة عليك، اي مشكلة انت تروحها. حتى لما رحت جولد كوست انا بجد كنت خايفة ان انا افقد كنيستي، مع ان كان في كنيسة هناك وكنيسة جميلة جدا وفي اب كاهن هناك، بس ابونا مخيل لحد دلوقتي حتى وانا في الجولد كوست قبل امتحاني يعرف معاد امتحاني ويكلمني وبيقول لي انا بصلي لك. وبجد لايك عمره ما نسي حاجة، عمره ما نسي يتأكد ان انا كويسة. لو كنت عيانة يشوفني قبل امتحاني، انا في الHSC جازرنا في البيت، وقبل امتحان مينا جازروا في البيت. بجد لايك كان اب ما اقدرش اقول ان هو مرة واحدة حسيت ان هو نسيني. ميري انا فرحان اني اتقابل مع هذه العائلة المباركة اللي ارتباطها بالكنيسة بيزيد يوم بعد يوم. انا متأكد ان ربنا هيرسم الطريق لحضرتك ولمينا. كل الامنيات ليك وسكرينا في صلواتك. Thank you very much. غنوا بصوت عالي على ربي توكالي، كل الشعوب رفع على عيون، ده اللي بيتقال منه كلمة مهما يكون على طول. مشاهدينا عودة إلى مينا ساويرس لنستكمل حديثه عن قصة نجاحه. مينا ساويرس فعلا أنا أمام قصة نجاح، قصة نجاح وتفوق. حضرتك درست 4 وحدات للرياضيات وانت في يرتين، يعني خلصت مادة الرياضيات وين حضرتك في يرتين، وعملت 2 فيزياء وحضرتك في 11، يبقى كده 6 وحدات. السنة دي انت عملت 4 وحدات بس. ازاي قدرت تنظم وقتك وازاي وصلت لهذه الدرجات العالية جدا في مادة اللغة الانجليزية ومادة الكيمياء؟ I think انا اهم حاجة وانا like بقول هذاكر قد ايه واعمل قد ايه، ان انت لازم تعرف كل حاجه انت لازم انت تعملها النهارده. يعني مثلا النهارده لازم اعمل ده ولازم اعمل ده ولازم اعمل ده، فانا دول لازم اكتبهم واقول الوقت ده هياخدني قد ايه، ولازم ابقى رياليستيك، يعني لازم ابقى عارف انا هعمل ايه وانا مش هعمل ايه. فانا وانا كنت بحط وقت لكل حاجه، يعني مثلا عندي خدمه لازم اروحها مثلا الساعه 6 o'clock، وانا من الساعه 6 o'clock مش هعمل حاجه، بس قبليها لازم اكون مخلص اللي انا كنت هعمله. تمام. عشان كده انا لايك ممكن ساعات انا وماما هي تقول لي انت ضايع وقتك، بس انا بقول لها انا مخلص اللي انا محتاج اعمله قبل ما انزل. يعني انت لايك انا كنت لازم قبل ما اروح حته، انا كنت مثلا بلعب هابكيدو، اتس لايك تايكوندو، يا حاجه زيها كده، the whole HSC. يعني كنت بلعب، يعني كنت ده انت حصلت على أحزمة وأوسمة وجوائز في الرياضة دي. انا روحت مثلا 4 حزامات في اخر سنة. فانا كنت بروح مرتين في الاسبوع مثلا 4 ساعات كل واحدة. فانا ماما كانت بتقول لي انت لازم تخلص لازم تخلص شغلك قبل ما اروح. ما اقول لها يس انا عامل التايم تيبل وعارف انا هعمل ايه النهارده ولازم اخلصها قبل ما انزل، ولو ما خلصتهاش مش لازم انزل، بس انا التايم تيبل اهم حاجه عشان انت تعرف تعمل كل اللي انت عايزه. يعني انت ممكن تعمل كل اللي انت عايزه وبرضه تعمل كويس. مينا عايز اسال حضرتك قبل ما انهي حديثك الممتع واللي بيوري قد ايه اولادنا المصريين ناجحين جدا حتى في بلاد الاغتراب، عايز اسال حضرتك هتعمل ايه وهتدرس ايه بعد هذه النتيجه المشرفه؟ انا ان شاء الله عايز ادرس زي ماري، لك يا عايز اكون دكتور.
وعايز ادرس هنا في سيدني ان شاء الله، بس احنا الاوفرز هيطلعوا يوم 10 ان شاء الله، فهنعرف قريب ان شاء الله. كل التوفيق ليك مينا. مينا طبعا اكيد ايد ربنا كانت واقفه معاك، وانا متاكد ان يوم 10 يناير هيكون ايد ربنا واقفه معاك زي ما وقفت معاك طوال الثلاث سنوات الماضيه لتحقيق هذه النتيجه. لكن عشان تدرس الطب لازم تعمل اختبار معين اسمه يوكات. يا ريت تقول للساده المشاهدين في عجاله وباختصار ايه امتحان اليوكات ده اللي بيأهلك انك تدرس الطب. فاليوكات ده كان امتحان غير اللي احنا كنا كل اللي احنا بنذاكر، مش مقرر على أيوة فهمها. هو وما ينفعش تذاكر له، هو امتحان بيجزامن المنتال كاباسيتي، القدرات بتاعتك. ايوه، فمثلا هيدوك اشكال ويقول لك ايه اللي هيجي بعديها، وانت لازم تشوف تسيل لو حاجات بتتكرر وفي مثلا دي في خمس سيكشنز، مثلا في اخر واحد ده انا افتكرته اهم واحد، بيشوف لك your ethics، القيم والمبادئ بتاعتك. ايوه، فهو بيشوف مثلا لو انت على طول بتبقى لايك لو انت اقولها ازاي، يعني بيشوف انت لو هتكون جود ميديكال بروفيشنال. يس، فهو مثلا بيديك ازاي هتتعامل مع المواقف مع المريض في المستقبل. ايوه، فهو مثلا بيديك حكايه لايك حكايه سيناريو. يس، فبيقول لك مثلا انت في الهوسبيتال وواحد من اصحابك بيسالك البيشنت بتاعك عامل ايه، فانت هتقول له ولا لا. فهو السكشن ده بيشوف لو انت هتبقى جود هيلث بروفيشنال وعندك ايثكس ولا ما عندكش، وهتحافظ على خصوصيه المريض. yes. كمان فهم عندهم مثلا 10 ميديكال برينسيبلز، يعني 10 مبادئ. ايوه، ان انت لازم يكون عندك. فهو الامتحان ده بيتست الحاجات دي. ف بس هو امتحان غير اللي احنا ما ينفعش تقعد تذاكر. يعني انا اصعب حاجه وانا بعمله ان انا ما كنتش قادر اذاكر، عشان هو ما فيش حاجه تتذاكر. تمام. هو انت لازم تروح واللايك وتشوف your mental capacity. yeah, basically. مينا 70,000 طالب وطالبه أدوا امتحان الثانوية العامة هذا العام، وأكيد هيكون في 70,000 تاني في 2020 هيقدم امتحان الثانوية العامة. إيه النصيحة اللي تحب تقدمها لكل الطلبة والطالبات اللي هيقدم امتحان الثانوية العامة سنة 2020؟ I think أول ما أي حد بيخش الـ HSC، أول مثلا أول امتحان بيكون صعب قوي و like بيبقى very، عشان هو like different لكل الحاجات اللي أنت كنت عملتها قبل كده. بس الحاجة الوحيدة اللي بتخليك like keep going الـ church، ولازم تخليك like جنب ربنا قوي عشان تقدر like تقدر تعدي. فأنا على طول لو حد بيسألني like تعمل إيه عشان like تعمل إيه عشان تكون like هجيب like نمر كويسة، بقول لهم work hard and pray harder. يعني like اشتغل بأمانة وصلي بأكثر أمانة. yeah. فهي دي like هي دي ال secret formula اللي كل الناس بدور عليها. you just لو put in all the work، وبرضو اديت ربنا وقته، ما ينفعش تشتغل بس من غير like من غير ما تعمل خدم في الكنيسة وحاجة كده. فاعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. مينا ساويرس، مبسوط جدا اني التقي بهذه الشخصية الناجحة المتفوقة. مبروك النجاح. انا متأكد زي ما ايد ربنا كانت واقفة مع حضرتك منذ وصولك الى استراليا منذ عام 2008 وحتى الان، اكيد ايد ربنا هتسندك وتقف معاك في السنوات القادمة. اكيد هنكون معاك ونواصل متابعتنا لقصص نجاحك في كلية الطب، وإن شاء الله نيجي نزورك بعد 6 سنين من الآن في عيادتك الخاصة أو في المستشفى اللي دايما هتزيدها شرف بعملك فيها.
شكرا خالص. انا عايز اقول شكرا تاني دكتور عرفت واغابي وكل الناس اللي جت. انا like honestly انا I'm very happy و like ان انتوا like على طول معانا, ودي مش اول مره اغابي. انا على طول شايف اغابي عندنا, و like انا بحب قوي ان اشوف اغابي, وعشان هي بتعمل كونكشن من هنا لايك تو ايجيبت, اللي هي الحته اللي احنا على طول اللي احنا جايين منها. فانا عايز اشكركم بس تاني. مبروك حبيبي. مشاهدينا, كنت في حديث في هذه الحلقه من شخصيات مضيئه مع احد ابناء كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه المتفوقين في شهاده الثانويه العامه لعام 2019. انه الطالب المتفوق مينا ساويروس, احد ابناء المدارس القبطية الموجودة في إبرشية سيدني. مينا ساويروس حصل على أكبر مجموع يستطيع أن يحصل عليه أي طالب وطالبة على مستوى ولاية نيو ساوث ويلز, وهو 99.95%. وكما رأينا دور الكنيسة ودور العائلة في بناء هذه الشخصية الناجحة المتفوقة. بنشكر متابعتكم لهذه الحلقة من شخصيات مضيئة, وعلى أمل اللقاء بحضراتكم في حلقات قادمة. أجمل أمنيات من فريق العمل, وإلى اللقاء. قصة نجاح وبعكس القصص اللي اتحكت, قصة نجاح من الفرح وبس عينيا بكت. رغم شرطك أصل يخترقك, لا تنتهي ولا بطلها, مع كل جلالة تشهد أعمالك, إنك مع العظمة حنون, وده شيء بيخلي اللي بيتعب